قال لي ابا شنو يعني نضل هيك على غير صار الزلمه الكبيره اللي قدام مره. فهاي المره صارت مقبره بعد وراح مودي. كان يستعد كي يراه عريسا ثم راه ميتا متفحما. محمد شاب عشريني غيبه الموت بسبب صعقة كهربائية من أساكي الكهرباء العشوائية أثناء زخات المطر بمدينة الصدر ببغداد. والد محمد لم يستفق من هول الصدمة بعد، يتحدث لنا بصعوبة عما حصل. جت والدتي جاي يشيل فراش، يعني فراش عندي بالمضيف، فراش يعني متبلل، فهو جايها يعني صراحة هي يعني دفع، يعني دفع الله عظم، دفع 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 الله ما كان عظم على والدتي، لأن هي كانت هي اللي ميتة. فجاء محمد أخذ الفراش قال اعطني يا حبيبي، أخذ الفراش خلاه على السياج. فمن خلاه على السياج بعد وقف محمد بس بقضية الكهرباء إلى أن شاف عمه. جاء بعد عمه حسبي متكهرب، جاء قض التيشيرت ماله قام يجربيه إلى أن جره الاثر برجله طالع مع المفتوح طالع من الوايرات العشوائيه، من الوايرات العشوائيه اللي هسه بتير. وزاره الكهرباء تتحمل مسؤوليه وفاه محمد، هكذا تقول عائله الضحيه. يحملون الوزاره المسؤوليه ويتهمونها حسب قولهم بالاهمال في عدم متابعه الاساكي العشوائيه التي تسببت بوفاه ابنهم. دين الحكومة عامة وبالأخص وزارة الكهرباء على قلة المتابعة للأسلاك اللي جاي تؤدي بوفاة الشباب، يعني تحملهم المسؤولية. والله يحملهم كافة المسؤولية. ليش؟ لأن ماكو فد اتعاض ولا أكو نظرة للكهرباء. احنا عتبنا على الدولة اللي وعلى وبالخصوص نحملها الى وزارة الكهرباء اللي عندها يعني اهمال، عندها واضح. يعني احنا مقبلين على فصل شتاء المفروض يطلعون موظفين، يعني هسه الموظفين مو جاي يصرفوا لها رواتب وغيره، يطلعون على الشارع التيل القديم يعني يصلحوه، الوايرات اللي تعبانه يشوفونها. محمد لم يكن هو الضحية الوحيدة خلال موجة الأمطار الغزيرة في العاصمة، فبذات المسبب توفي شاب آخر بمنطقة العبيدي ليسجلوا سوية في قائمة ضحايا الأساكي الكهربائية عند المطر، قائمة لها بداية وعلى ما يبدو ليس لها نهاية. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.